مايو في البحر. شكون فين اللي ما تيعومش؟ من حقي كمواطنه انني ندوز الكونجي ديالي في اي بلد بغيت، ولا توفرت لي الامكانيات ممكن نمشي حتى للمريخ كاع. يعني كنبقى كمواطنه من حقي ندوز عطله صيفيه اللي نتمتع فيها ونحيد فيها الستريس اللي عشته العام كامل. الصوره ما استفزت بها حتى شي حد، وما بيناش اصلا الا راسي، ونزيدك ما كنعرفش نعوم. هذيك التصويره راهي جالسه في الماء، ما كندرع ما والو. انا جالسه في الماء يعني، وجالسه كيبان راسي، ولكن الناس كدير قراءات متعدده. حالتي العائليه حاله غزاله وفنه ديال راسي. يعني الحاله العائليه يعني انني واش عازبه مطلقه او لا متزوجه؟ لا مطلقه. لا طبعا، يعني احنا كنا امل في الحياه، وتزريبة الزواج غادي نعاودها ان شاء الله. وطبعا اي واحد تيبغي الاستقرار وتيبغي العائله، فان شاء الله اكيد غادي يكون مشروع. علاقه دي احترافيه بامتياز. تقريبا اشتغلنا على مجموعه ديال الافلام اللي كانت ناجحه، وكل ما تينجح الفيلم كل ما اننا كنلقاو راسنا اننا بحاجه اننا نشتغلوا اكثر مع بعضياتنا. حاولنا نخلقوا واحد الكوبل جميل اللي كتستقبلوا الاسره المغربيه يعني، والافلام اللي كندير معايا افلام للعائله، لذلك فالناس كيستحسنوا هاد الكوبل او هاد العلاقه اللي ربطت انا وسي عبد الله. طبعا كنتفاهموا في الخدمه، وهو كانسان انسان رائع، انسان على بساطته التي يبدو عليها، ولكن انسان عميق جدا. لا ما كنظنش ان هذا الكلام صحيح لسبب بسيط جدا، هو انني كنشتغل مع شركات الانتاج كلها. الا شتي انه الاعمال اللي كندير في رمضان مثلا السلسلات او الافلام التلفزيه او لا مثلا سينمائيا، اشتغلت مع مخرجين بزاف، مع شركات الانتاج كلها تقريبا كنشتغل معاها. اشتغالي مع السي عبد الله فركوس ما هو الا جزء من مجموعه الاعمال اللي كندير، وحتى الاعمال اللي كنديرو هي قليله، راه غير كتبان بزاف لانها كتعاود في التلفزيون. علاش؟ لان تقريبا هذه مده 4 سنوات ما درنا والو. يعني كنامن انه هناك مجموعه الاشياء اللي ممكن تصلح، مثلا بالاخص في الجانب الاجتماعي، يعني في التربيه، في بزاف د الحوايج، لانني بحكم انني بنت المدينه القديمه، يعني مرتبطه بالناس، وهذا كان تيبان لي بانه مجموعه الاشياء يعني كل الحل في الثقافه والفن. فتجربه كشفت لي بانه العكس، ما يمكنش تغير واقع لمتجدر بزاف ديال الاشياء اللي ما غيمكنليش انا نقد عليهم وما هي الا لعبه. فلقيت بانه تجربه كان ضروري ندخل ليها باش نفهم بزاف الحوايج، ولقيت بان يعني اجتهاداتي اللي بغيت ندير او اشتغالاتي من الاحسن تكون في مجال اخر اللي هو فني وثقافي، على اتكون في مجال سياسي. الوقفه كانت يعني انا ما حسيتش راسي انني انايا مقيوسه، ما ضرني حتى شي حاجه. علاش؟ لانني كنشتغل سواء في السينما، في التلفزيون، في المسرح، عندي بوزيسيون انني كنقترح، يعني كنخلق فرص شغل نفسي وللناس اللي حايطين بيا. مشرفه على مجموعه المشاريع الان، ما كنعيش انا التلفازه انا تعطيني باش نشتغل. بالاضافه انني كاستاذه التعليم الفني كعندي خدمه اللي كنمارسها يوميا مع شباب اللي تا هو متعطش لانه ياخذ يعني الخدمه، يعني يشتغل فنيا وثقافيا. فما حس براسي انني عندي اون اوبليغاسيون نشارك، والا كنت مضروره شي نهار نقدر نديرها، ولكن في هذيك الوقفه لا تمثلوني. الجديد ديالي هو انه احنا بانتظار اننا يلا سرينا التوظيف ديال الفيلم الجديد كورسا، فيلم طويل من انتاج المركز السينمائي المغربي، والبطوله ديال السي عبد الله فركوس، وبطوله ديالي انا وديال لاله فضيله بن موسى ومجموعه الفنانين الاخرين. ان شاء الله كننتظروا اننا نديروا العرض الاول يوم 8 مارس باش يكون اهداء لكل النساء المغربيات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.